aber eine أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاءات تركية. هذه الليلة سنناقش قضايا الراهنة ربما في أول مرة بالتفصيل. الراهنة لأن في منطقة الشرق الأوسط هناك توترات جديدة مذهبية سياسية اقتصادية، كثير من الأمور التي تتعلق بقضايا الدينية في الظاهر أو المذهبية أصولها اقتصادية أو سياسية. في منطقة الغربية أو في الدول الغربية قضايا المذهبية وحروب المذهبية استمرت سنوات طويلة بل عقود طويلة، والغرب تعلمت كثيرا من هذه المعاناة وتوصلوا إلى نتائج مشتركة واستطاعوا أن يؤسسوا دول القومية والأثنية، فيما بعد استطاعوا أن يؤسسوا الدول أيضا مشتركة كاتحاد الأوروبي. لكن المنطقة العربية ربما لم تشهد هذه التجربة بشكل دقيق، ما زالت هناك معاناة من الحالات الموجودة بشكل كبير، ربما الدولة القومية لم تفلح أو لم تناسب في المنطقة العربية. كل هذه القضايا سنناقشه مع مجموعة من الأساتذة الذين قضوا أعمارهم واهتموا بهذا الموضوع منذ سنوات طويلة. إذن هذه الليلة سنناقش بالتفصيل التوترات في المنطقة العربية، هل أساسها خلاف سياسي أو مذهبي، مع أستاذ عمر عبد الستار برلماني سابق متخصص في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. ومع أستاذ ماجد عزام مدير منتدى التواصل العربي التركي ورئيس تحرير مشهد التركي. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا. وأستاذ محمد علي بيكرا أستاذ تاريخ المذاهب بجامعة الشهير في إسطنبول. أهلا وسهلا. إذن أستاذ عبد الستار أريد أن أبدأ معكم أولا، هل قضايا المذهبية أو الصراع المذهبي أو الطائفي قبل أن تأتي القوى الإمبريالية أو الغربية في المنطقة العربية والإسلامية كانت موجودة بهذه الشكل، خاصة قبل سقوط الدولة العثمانية، أو تطورت وتقدمت بشكل كبير بعد سقوط الدولة العثمانية؟ يعني هل كان في صراع إقليمي على أساس مذهبي بشكل كبير، يعني مئات من القرون، أو في هذا مشهد جديد في المنطقة العربية والإسلامية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع طبعا ولكم أولا وللمشاهدين. هو طبعا باختصار أمر على محطات تاريخية مهمة. قبل الغزو المغولي لبغداد في عام 1258 كان هناك تحالف عربي تركي فارسي. السلاجقة كانوا عبارة عن تحالف عربي تركي فارسي، يعني يجمع الجميع تحت راية واحدة ودولة واحدة. الغزو المغولي أنهى هذا الحقيقة. ثم أصبح هناك صراع صفوي عثماني. كان هناك في هذا الصراع تحالف عربي كردي تركي، لكن نهاية الدولة العثمانية والاحتلال الإنجليزي حقيقة أو نهاية الحرب العالمية الأولى، أنا أتكلم هنا وأتخصص في الشأن العراقي لأنه يرسم صورة للمشهد ككل في المنطقة. المحتل الإنجليزي في 1920 هو الذي رسم نموذج عراق ما بعد 2003. كيف؟ نقطتين. الدستور العراقي في 50 سنة أو 100 سنة الأخيرة أو يعني في القرن العشرين يعني أعلن في 1925، لكن المحتل الإنجليزي في 6 آب 1924 اللي هو يوم توقيع اتفاقية لوزان اللي هي تنازلت بها تركيا الجديدة عن أراضي الدولة العثمانية السابقة واعترفت بها كدول مستقلة، كان المواطن العراقي يحمل إما المواطنة العثمانية أو المواطنة الإيرانية. قانون الجنسية صدر قبل الدستور العراقي، هذه ما صايرة يعني. وقانون الجنسية تضمن أمور
بها نوع من التفريق ما بين المواطن الذي كان يحمل المواطنة العثمانية والمواطن الذي لم يكن يحملها. هذا الذي رسم نوع من الشقاق أو بداية الشق ما بين إيش؟ السنة والشيعة من 1924 و2003 رسخ في مجلس الحكم الانتقالي هذا بشكل رسمي. بشكل فيما يخص الجانب الكردي، الإنجليز حقيقة هيئوا للكرد أن تنشأ لهم هوية قومية بعيد عن وتعاملوا معها وحدها، حتى نشأت في نموذج عراق ما بعد 2003 هو إيش؟ هو نموذج بغداد أربيل، هو نموذج أربيل اللي هو حكم كردي قائم على الهوية القومية الكردية كشعب، وحكم في بغداد أساسه حقيقة ذلك القانون الإنجليزي، وأساسه ذلك التشكيل الذي حصل في مجلس الحكم الانتقالي، وقسموا الشعب العراقي إلى كرد وشيعة وسنة. هذا حقيقة رسخ العملية السياسية كلها، أقيمت على هذا الدستور، أقيم على هذا الإعلام، أقيم على هذا. وبالتالي العراق الذي كان همزة قطع باللغة العربية، همزة القطع يعني تقطع، همزة قطع ما بين السنة والشيعة، يعني ممنوع صدام ما بين إيران وتركيا، ما بين العرب والفرس، أصبح همزة وصل، يعني أصبح محطة تنافس إقليمي ودولي ما بين مكونات المنطقة كسنة وشيعة، كعرب كفرس. وبالتالي حقيقة انساحت المساحة إلى نوع من التنافس اللامحدود واللانهائي. قالها ديك شيني في 2003، نائب الرئيس الأمريكي ديك شيني قال إن الحرب على الإرهاب التي أعلنت في 2002، قال إن هذه حرب لا نهاية لها، أقصد أن هذا التنافس لا نهاية له. إذا سنتوقف هنا في 2003، سنستمر من هذا المنطلق، مدخل جيد. أستاذ عزام، في المنطقة العربية بشكل عام، خاصة بعد تشكيل الدول القومية الأثنية في الحقيقة، حتى بين العرب كانوا يستهدفون تأسيس دولة العظمى العربية، حتى انقسموا إلى دولات كثيرة، وبالتالي هناك مصالح، هناك عشائر، هناك قبائل معروفة، هذا الصراع نحن نعرفه. لكن مع ذلك هم لم يستطيعوا أن يقدموا نموذجا صحيحا وطنيا ناجحا، وبالتالي فشلوا. تقريبا أكثر الأنظمة العربية فشلت بهذا المعنى. لكن عندما ضعف النظام القومي أو الأنظمة القومية، وإذا وجدوا مشاكل سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا، مباشرة يلجؤون إلى الدين، حتى إذا كانوا لا يحبون الدين، أو يلجؤون إلى المذهب. الذين فشلوا في إدارة البلاد في قضايا السياسية والاقتصادية يلجؤون إلى المذهب. ما رأيك في هذا المشهد؟ يعني هذا هو المدخل الصحيح لفهم ما جرى. لا يمكن أن نفهم ما جرى في آخر 10 سنوات أو من 2003 قبل أن نتحدث عن مرحلة نهاية الخلافة ثم مرحلة أنظمة ما بعد الاستقلال في العالم العربي. يجب أن ننتبه أنه تحطيم نظام الخلافة وتحطيم الخلافة بصفتها إطار جامع للعالم الإسلامي كان هدف غربي لإضعاف هذا التكتل الكبير. ويجب أن ننتبه أنه حتى بعد تحطيم الخلافة تم تقسيم الدول على أساس قومي ما عدا العرب، يعني كل قومية كان لها دولة، العرب الوحيدين اللي هم قومية لم يكن له دولة، وتحت القومية تم تقسيم الدول إلى أنظمة قطرية وأطر قطرية في مصر وسوريا والعراق إلى دويلات. وللأسف يعني الأنظمة التي حكمت ما بعد الاستقلال ويتحدثت عن تحطيم سايكس بيكو وتحدثت عن تجاوز التجزئة وتحدثت عن الوحدة، هي فشلت في تكريس الوحدة العربية وفي تجاوز سايكس بيكو، رغم أنه عديد من هذه الأنظمة كانت تتحدث أنه مهمتها الأساسية هي تحقيق الوحدة القومية العربية والوحدة العربية. ويجب أن نتذكر أنه حتى حزب واحد وصل إلى السلطة في دولتين ولم يقم وحدة بين هاتين الدولتين، نتحدث عن حزب البعث في سوريا والعراق. الاستبداد الذي حكم في مرحلة ما بعد الاستقلال خاصة في الحواضر الكبرى الثلاث العربية التي صنعت حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا، أقصد القاهرة ودمشق وبغداد، فشلت في امتحانات الخبز وفي امتحانات الحرية وفي امتحانات الكرامة وفي امتحان فلسطين وفي امتحان الوحدة. وكلما فشلت في مستوى نزلت إلى المستوى الآخر، عندما فشلت في المستوى القومي نزلت إلى المستوى الوطني، وكلما فشلت في تحقيق إنجازات على المستوى الوطني يعني بدأ الانحدار من النظام إلى العشيرة
ثم من العشيرة إلى العائلة، وأحيانا حتى من النظام إلى العشيرة إلى المذهب. يعني نحن أمام فشل متراكم، والأسوأ من كل ذلك هو تحالف الغرب مع الاستبداد للوصول إلى ما وصلنا إليه. دعم الغرب الاستبداد في العراق ولو بشكل غير مباشر في الحرب مع إيران، وهي التي يعني تركت رواسب في المنطقة. ثم رأينا الغرب كيف دعم نظام حافظ الأسد في لبنان، كان هناك تفاهمات غير مباشرة، وعندما بدأت الثورة أعطى الفرصة للنظام للتنكيل وارتكاب المجازر وارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري، مما أجج أن الانقسامات أو أجج التباينات أو أجج شعور الطائفي والمذهبي. نحن أمام غرب حطم العالم الإسلامي، لم يقم الدولة العربية بشكل قومي. نحن أمام أنظمة وصلت إلى السلطة وقالت أنها تريد تحقيق الوحدة العربية وتريد تجاوز الحدود التي وضعها الاستعمار. فشلت هذه الأنظمة في مواجهة في إزالة أثار الاستعمار، ثم فشلت في تأسيس دول مدنية حقيقية. يعني هذه الأنظمة فشلت في تأسيس دول مدنية لكل مواطنيها، وكلما فشلت في مستوى تراجعت إلى المستوى الأخير، حتى وصلنا إلى الأنظمة التي تحولت إلى العائلة أو إلى العشيرة أو إلى المذهب. نحن أمام فشل مركب على كل المستويات، ولا يمكن فهم ما يجري الآن دون أن نتذكر ما حصل مع الخلافة العثمانية منذ 100 عام تقريبا، ثم ما حصل في مرحلة ما بعد الاستقلال. وتعرف أنه أمر يعني لافت جدا، مثلا أنه حتى عندما رحل الاستعمار ترك نواة لدول مدنية في العالم العربي، في مصر وفي سوريا والعراق. حال الاقتصاد في مصر وفي سوريا وفي العراق كان أفضل من الهند، وكان أفضل من ماليزيا، وكان أفضل من إندونيسيا، وكان أفضل من كوريا، وكان أفضل حتى من اليابان. وتخيل مثلا أن الدستور عام 23 في مصر كان أفضل من معظم الدساتير التي وضعت بعده، والآن في سوريا تحدثوا عن العودة إلى دستور عام 50 وهو بالتأكيد أفضل من كل الدساتير. يعني لا يمكن فهم ما جرى إلا بما فعله الاستعمار، بما فعله الغرب لإضعاف هذه المنطقة ونهب ثرواتها، ثم بفشل أنظمة الاستبداد خصوصا الجمهوريات التي حكمها ناصريون صغار ثم قذافيون صغار بعد الناصريون الصغار، والتي تركت وراءها أرض مدمرة أو أرض مدمرة ومحروقة. وكلما فشل النظام تراجع خطوة إلى الوراء حتى وصلنا إلى النظام العائلي الطائفي. ثم بعد ذلك وكان في العراق قبل الاحتلال يعني الاستعمار، ثم النظام الاستبداد الذي حكم في العراق وفشل على عديد المستويات، وهو ساعد في تسهيل تسليم البلد إلى الاحتلال، ثم الاحتلال واستبداد نظام المالكي الذي أيضا لا يمكن فهم ما يجري بالعراق دون أن نفهم أن هناك نظام مستبد حاول أن يمتلك كل مكامن السلطة والثروة، ولكي يمتلك مكامن الثروة والسلطة وضع كل البيض في سلة الخارج أو في الاعتماد على بيئته الطائفية. يعني هناك دائما غرب، هناك دائما استبداد، وهناك دائما فشل في السياق السياسي الاقتصادي الاجتماعي. شكرا أستاذ محمد علي بيكرة، أنت رؤيتك ثاقبة، أنت رأيت كل هذه الأحداث سوف تحدث، وتخصصت في تاريخ المذاهب، وعلمت مسبقا أن هذه القضايا تهم المنطقة والإقليم والعالم، لذلك أنت الآن مطلوب، بمعنى الأمة والإنسانية تحتاج إلى خبرتك في الحقيقة، بما أنك درست وتابعت الموضوع في داخل إيران وفي الغرب وفي تركيا بشكل دقيق. من هذا المنطلق قبل أن ندخل في تاريخ المذاهب أريد أن أسألكم سؤالا، بعد أن فشل أنظمة العربية القومية أو أنظمة القومية في المنطقة العربية، كانت هناك أمل وهو أمل من الإسلاميين، إسلاميون إذا وصلوا إلى السلطة ربما كانوا سينجحون أكثر، لكن التجربة العراقية أثبتت أن الأمر بالعكس تماما. ربما الآن سنجد اعتراضات على هذا السؤال أيضا، لكن الآن إسلام الشيعي السياسي بقيادة حزب الدعوة، وهو كان أقرب شيء ربما إلى أطراف السنية إلى حد كبير، وإسلام السياسي السني بقيادات سنية سياسية لم يستطيعوا أن يديروا البلد باسم الإسلام، مع أنهم كلهم إسلاميون بشكل دقيق سنة وشيعة. صحيح أنهم استطاعوا أن يسقطوا نظام ديكتاتوري القومي، لكن عندما وصلوا إلى السلطة لم يستطيعوا أن يوافقوا. الآن الحركات الإسلامية خاصة في منطقة، الآن ما يجري في العراق ربما يرفضون الديمقراطية، جيد نحن نستسلم، ويرفضون العلمانية، نستسلم أيضا ليست مشكلة، يريدون الدولة الإسلامية لكن لا يستطيعون يتفقوا على نمط الدولة الإسلامية أيضا. ما الحل في العراق في رأيك بهذا الأضواء؟ شمدي
في الحقيقة أن عندما نتكلم عن الحركات الإسلامية فهي ربما حدث كبير جدا ونعمة كبيرة للمسلمين في القرن العشرين. لماذا؟ لأن هناك مفهوم أمة تخطى كل الانقسامات المذهبية والإثنية المختلفة ويحاول أن يجمع الجميع كل المسلمين تحت مظلة الإسلام أو المسلمين أو الأمة بشكل عام. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على منهج معين، على طريقة إدارة وحكم معين. هذا الذي هدفت إليه الحركات الإسلامية المختلفة بمختلف هذه المجموعات. نتكلم عن الإخوان المسلمين في مصر أو الجماعة الإسلامية أيضا في باكستان، مثلا الجماعة الإسلامية في باكستان والهندستان هي جماعة كبيرة جدا الحقيقة وتيار كبير نجح إلى حد ما. ولكن هناك أيضا ما يجب علينا أن نلحظه هنا، الخطط أو الرؤية التي وضعها الإسلاميون في القرن العشرين ربما إذا أردنا أن نقيمها، نعم هناك مفهوم للأمة يقدمونه، ولكن إذا نظرنا إلى قطب والبنا والمودودي وغيرهم لديهم مشاريع لإقامة الدولة الإسلامية، مشاريع جيدة جدا، تحديدا أبو الأعلى المودودي. إذا نظرنا إلى هذه الكتب فسوف نرى أنهم ربما لم ينتبهوا وأغفلوا أن الأمة الإسلامية فسيفساء كاملة وليست شيئا واحدا. لم يتكلموا عن الإثنيات العرقية، عن الفروقات أو الاختلافات المذهبية، وكأن الجميع لون واحد، طيار واحد، طيف واحد، متسامح متحاب، وكأننا استطعنا أن نعيش مع بعضنا البعض. يقدمون على الأقل هذه الصورة الوردية ربما، وهذا طبعا قدم بنية حسنة وكأنها كان حلم، وكأنها كانت يوتوبيا معينة، دولة فاضلة قدموها لنا، يمكن أن ترسمها أن تكتبها، ولكن حقيقة الأمة ليست هذه. نحن نتألف ونتشكل من إثنيات، مجتمعات إثنية ومذاهب مختلفة، كما الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه كان هناك أوس وخزرج، وبعد ذلك هناك البدو والحضر، بعد ذلك دخلت الجماعات أو القبائل، بعد ذلك الروم والفرس دخلوا الإسلام. وبالتالي القادة المسلمون، الحكام المسلمون كانوا دائما حاولوا أن يجمعوا الجميع ولم يغفلوا هذه الاختلافات، ولكن اليوتوبيا الإسلامية في القرن العشرين وكأنها أغفلت ذلك، لم تنتبه له، وكأننا لم نكن جاهزين لهذه الانقسامات. والآن إذا والبعض يذهل أو يدهش مما يحصل الآن بالعالم العربي، ربما لو نظرنا لوضعية العالم العربي والربيع العربي قبل 3 أو 4 سنوات كنا متفائلين أكثر من اليوم، ولكن اليوم ننظر ونرى أن هذه الآمال والتفاؤل ربما بدأ يخبو نوعا ما، يتراجع. وفي الحقيقة نحن الذين لم نكن مستعدين لذلك، وكان يجب علينا أن نكون جاهزين. أنتم ذكرتم إيران في عام 1979، الثورة الإسلامية في إيران كانت من كل الأطياف، من كل المذاهب، الشيعة والسنة وغيرهم، الكل، كل الأمة أو العقل الجمعي للأمة والضمير الأمة كلهم دعموا الثورة الإسلامية في إيران. الكل قال أن كان هناك ظالم، شاه معين سوف يقضى عليه وسيكون هناك نظام عادل يؤسس. الإسلاميون في تركيا، في مصر، السني والشيعة والكل في العالم العربي والإسلامي دعموا هذه الثورة، ولكن هذه الثورة للأسف خيبت أمل الكثيرين. بعد الثورة جهزوا لدستور الثوار وقالوا أن هذه الدولة الجديدة التي تؤسس مذهبها هو الإمامية الاثنى عشرية الشيعية، وهذه المادة لا يمكن أن تغير أبدا، وهذا بعد أن ثبت في الدستور خيبت الآمال. وبالتالي الإسلاميون السنيون هنا والمسلمون السنيون، هذا بدأ هناك بذور شقاق معين بين الشيعة والسنة، جسر الثقة هنا هدم بين الطرفين، كانت صدمة كبيرة الحقيقة وكان ألما كبيرا للجميع. وبالتالي بعد ذلك نتكلم عن الطموح معين أو لم يحصل ذلك، لم يتحقق. الإدارة أو الحكم في إيران
ربما موقفها من الثورة المحقة في سوريا في حماة، أغلقوا وصم الأذان عنها، كانت دائما مع الظالم ضد المظلوم هناك. بعد ذلك إذا أتينا إلى السنوات الأخيرة سوف نرى في العراق مع انهيار نظام صدام، أيضا الكل كان يريد أن يكون هناك دولة فوق المذاهب فوق الإثنيات، وأن تكون دولة نموذجية يجتمع فيها الجميع، الكردي والعربي والسني والشيعي، المسلم وغير المسلم، ضمن نظام ديمقراطي يستطيعون أن يتعايشوا بعضهم البعض، يعملون لفائدة وخير ورفاهية المجتمع. ولكن للأسف أيضا هنا مرة أخرى رأينا أن الذين أتوا بالأغلبية للحكم كانوا يتشكلون من أغلبية شيعية، رئيس الوزراء كان شيعيا، والمذاهب الأخرى تحديدا السنة كانت سياسات الحكومة تستبعدهم، وللأسف الشديد إيران دعمت هذه السياسات، وهذا أيضا كان مخيما للأمان. جانب الفكري والتنظيري في هذا الموضوع. أستاذ عبد الستار، كنت تتحدث عن كيف وصول القوى الأجنبية في المنطقة قسمت المنطقة إلى 2003، وماذا حدث بعدين بعد 2003؟ كيف استمر تقسيم العراق نظريا وفكريا ومذهبيا؟ قبل 2003 أستاذ عمر حصلت 11-9، حصلت 11-9 ضربات، يعني أحد يعني 11 من سبتمبر في أمريكا، يعني ضربات القاعدة بين قوسين. ضربات القاعدة بين قوسين أعلن بعدها ما يسمى الحرب على الإرهاب، وأعلنت نظرية بوش إما أن تكون معي أو تكون ضدي، وغزيت تم احتلال أفغانستان بحجة القاعدة، وتم احتلال العراق بنفس الحجة مع إضافة أسلحة دمار شامل. ما الذي حصل؟ العراق قبل 2003 كان دولة، وكان همزة قطع، أي كان دولة فاصلة حافظة للاستقرار والتوازن، توازن القوى الإقليمي. هذا توصيف العراق قبل 2003، دولة حافظة لتوازن القوى الإقليمي بين تركيا وإيران، بين إيران والعرب، في نظام الشرق الأوسط اللي هو تشكل بعد الحرب العالمية الأولى. احتلال العراق أفرغ، يعني أنهى الدولة، وأصبحت هذه الدولة فراغ، وبالتالي اشتعل التنافس الإقليمي والدولي وحتى المحلي منذ ذلك الوقت إلى اليوم. لكن أكو علامة مهمة في هذا التنافس، وهو أن القاعدة كنموذج بين قوسين التي ضربت 11-9 يسموها بالعلاقات الدولية نون ستيت فاكتور، يعني عامل عابر للحدود، عابر للأمم، عامل يضعف دور الدولة الوطنية القومية التي تشكلت في 1920. يعني تركيا وإيران والعراق كل دول المنطقة تشكلت بعد 1920 وفق نظام ويستفاليا الأوروبي اللي تشكل في عام 1648 بعد نهاية الحرب 30 سنة اللي أشارت إليها، الحرب الطائفية القومية الإثنية في أوروبا، والتي أنهت دور الكنيسة وأنشئت الدولة القومية. الشرق الأوسط تشكل في الدولة القومية، الحدود والجيش والسيادة ضمن حدود معينة. 11-9 مو أنهت هذا الدور، لكن أضعفت دور الدولة القومية لصالح دور عوامل. يعني مثلا ذكر الأستاذ إيران في 79 عندما جاءت، عندما ظهرت إيران ظهرت بتحالفات عابرة للحدود، مثلا مع حزب الله، حزب الله في لبنان، والمشروع الإيراني ولاية الفقيه في إيران، فهذا مشروع يعني يضعف دول الإقليم. معناته أنه أصبحت دول الإقليم سيادتها، كيف تقوم السيادة؟ أكو شعب ينتخب قيادة. طيب القاعدة عندما تمر عبر الحدود شعب ما انتخبها، وبالتالي ما لها حق بالدستور. يعني من هنا النظرية في العلاقات الدولية تقول هؤلاء ليس لهم حق في الدستور، كيف يمكن أن يسلبوا إراية الدولة وإراية الناس؟ فإذا بدأت سيادة الشعب، سيادة الدولة تسلب من قبل الدول إلى صالح النون ستيت فاكتور اللي هي القاعدة، حزب الله، داعش، أبو الفضل العباس، ما من هذه التشكيلات، البككة نفس. يعني لا كل شيء تقيس على البككة ممكن تقيس على على إيش، على سواء كانت فكرية ايديولوجيكال أو سواء كانت إثنية أو دينية اللي هي القاعدة. وبالتالي هنا
أصبح العراق من دولة ليس فيها إرهاب، من دولة حافظة للتوازن الإقليمي، إلى دولة محضة للإرهاب. أول تفجيرين كبيرين سوتهم القاعدة في 2003 ضربت مقر الأمم المتحدة وضربت النجف، فهي يعني أنهت دور الأمم المتحدة وأنهت وفتحت شرخ في التنازع السني الشيعي. هي ما ضربت حقيقة، هي ما ضربت القوات الأمريكية، لكنها لغة بالإعلام هي ضد أمريكا، لكن بالحقيقة هي شقت التنافس، يعني فتحت التنافس الشيعي السني وأنهت دور الأمم المتحدة وبقى التنافس في العراق من 2003 ولحد الآن. تركيا محايدة والعرب رفضوا نموذج بعد 2003، بقى التنافس أمريكي إيراني. أمريكي مشروع الشرق الأوسط الكبير، أمريكا تقول أن الشرق الأوسط والعراق بالذات معزول عن العالم وعن ممارسات أو عن يعني ما جرى بعد 1990 من سقوط الاتحاد السوفيتي اللي هو ديمقراطية وانفتاح ومثل ما صار بالاتحاد الأوروبي، فبالتالي هذا معزول. يجب أن نربط العراق بالعالم. ليش نربط العراق بالقوة؟ خالف القانون الدولي، خالف القانون الدولي اللي يربط العراق بالقوة يسوي ديمقراطية. ما الذي حصل؟ الآن أنا أتكلم عن ديمقراطية، لا أتكلم عن ديمقراطية حقيقة. المشروع الأمريكي فشل، تقرير بيكر هاملتون في 2006 قال فشل المشروع، يجب أن تنسحبوا بمسؤولية. انسحبت أمريكا في 2011 فسلمت إيران العراق. إيران ما هي سياستها؟ دعم العملية السياسية ودعم معارضة العملية السياسية لكي تخرج أمريكا من الساحة. فبقيت إيران صاحبة اليد الطولة في العراق الحقيقة، وأدى إلى اشتعال الوضع في العراق وإلى أن يكون هذا التنافس اللي هو لحد الآن مستمر. هسه تلاحظ الأحداث التي حصل فينا والآن، ما حد يتدخل في المواقف ما يحصل في العراق، بس سليماني وروحاني وأوباما وكيري يتحدثون لا. فيما يحصل وما يمكن أن يحصل في الشأن العراقي. أستاذ عزام، يعني صحيح أن هناك تدخلات أجنبية في الإقليم في العالم العربي، وبالتالي ربما كل هذه التنافسات والمنافسة بين الطوائف يعني سببها تدخلات أجنبية، نقبل هذا الكلام، لكن لا يوجد أقلاء في المجتمع الإسلامي والعربية يجلسون ويتفاهمون فيما بينهم أن هذا التدخل الأجنبي لابد أن نرده ونرفضه؟ هل هو يعني بالسهولة نحن نستطيع أن نتهم الإسرائيل، نتهم الغرب، لكن أين الأقلاء والحكماء في المنطقة العربية والإسلامية؟ هل هم أيضا يتعاملون مع القوى الأجنبية؟ يعني أنا أعتقد أنه تم تهميش وتهشيم كل الحياة السياسية في العالم العربي، خصوصا في الحواضر الكبرى الثلاثة التي هي صنعت الثروات وكانت صنعت الحضارة والثقافة، ولم تعد هناك لا حياة سياسية بالمعنى الحقيقي ولا حياة ثقافية ولا حياة فكرية. وأنا أود أن أقول أن العراق لم يخرج من المعادلة سنة 2003، العراق خرج من المعادلة بشكل رسمي بشكل غير معلن سنة 1990 عندما قرر الاستبداد غزو الكويت دون أي حسابات لا استراتيجية ولا واقعية، وعندما قرر الاستبداد نفسه أن يخوض حرب مع إيران كلفت المسلمين مليون شخص خلال 10 سنوات، وفي بداية الحرب مزق صدام حسين ومعاهدة الجزائر بين العراق وإيران، وفي عام 88 عاد واحتفظ بالمعاهدة. يعني في أي نظام ديمقراطي كان ليذهب إلى البيت؟ يعني كان ليدفع الثمن مثل ما دفع توني بلير في المملكة المتحدة. ثم ذهب الاستبداد إلى 90، يقول يجين بريمكوف أنه توسل إلى صدام حسين في منتصف يناير لكي يخرج من الكويت ويقي العراق والمنطقة تغيرات وتحولات استراتيجية. خرج العراق من المعادلة. صحيح كان هناك يعني نوع، أنا لا أحب كثيرا نظرية المؤامرة، لكن كان هناك نوع من الدفاع من دفع العراق باتجاه هذا الشرك، لكن خرج العراق بسبب الاستبداد. وأنا أود أن أتحدث عما حصل في 2003 وهو ليس بعيدا عن الإجابة على هذا السؤال، أين العقلاء؟ يعني كيف نشأت القاعدة؟ نعم. ومن الذي قرر أن يستغل ما فعلته القاعدة لكي يسلم العراق إلى إخواننا الشيعة بصفتهم أقلية وينشئ أو يطور معادلة تحالف الأقليات؟ يعني القاعدة لو لم يكن هناك استبداد سياسي واقتصادي واجتماعي وديني، هل كانت لتنشأ القاعدة؟ من الذي دفع آلاف الشباب؟ من الذي تورط مع الولايات المتحدة في أفغانستان لهزيمة الاتحاد السوفيتي وأكثر من دولة عربية دفعت الثمن، ودولة إسلامية باكستان دفعت الثمن، هي الآن دولة شبه فاشلة.
مصر والجزائر والخليج التي ذهب منها آلاف الشباب تحت أعين أنظمة الاستبداد التي كانت أن تقول للشارع أو تبتز الشارع وتقول له أنها صحيح فشلت في امتحانات في الداخل والخارج لكنها هي تقوم بدورها الإسلامي وتدعم أفغانستان. ذهب آلاف الشباب الذين كانوا يملكون فكر سلفي يحمل نواة تكفيرية، وعندما طلاقت هذه النواة التكفيرية مع السلاح وصلنا للقاعدة، ثم فكر الشياطين في المحافظين الجدد في استغلال ما فعلته القاعدة التي هي أيضا نتاج للاستبداد وإغلاق الأفاق أمام الشباب في الناحية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الفكرية. لو لم يمنع التيار الإسلامي الوسطي والتيار الإسلامي المعتدل في العالم العربي الإسلامي لما كانت نشأت القاعدة ولما تحولت إلى أقلية صاخبة. فكر المحافظون الجدد في التحالف مع الأقلية الشيعية وتسليم العراق إلى الشيعة، إخواننا الشيعة بصفتهم أقلية، ثم محاولة التفاهم مع إيران على اقتسام المنطقة. العلامة محمد مهدي شمس الدين وهو من كبار علماء العرب والمسلمين يقول أنه في هذه المنطقة في الحوض العربي الإسلامي ما من أقليات، هناك أكثريتان، أكثرية عربية وأكثرية إسلامية. الأنظمة بداية أممت كل شيء خصوصا في الحواضر الكبرى الثلاث لصالح الأنظمة الحاكمة، ثم خصخصت كل شيء بما في السياسة والفكر والدين لصالح العائلة الحاكمة. وعندما تخلت الحواضر الكبرى عن القيام بدورها ليس فقط السياسي، ليس فقط الاستراتيجي، وليس فقط الديني، هيمن ما سماه الإمام الغزالي رحمة الله عليه الإسلام البدوي، عندما لم يكن هناك علماء بارزون ولم تقم لا القاهرة ولا بغداد وتم تأميم كل المؤسسات الدينية من الأزهر إلى الزيتونة وحتى النجف، كان طبيعي أن يلجأ عديدون إلى دول الخليج حيث نالوا نوع من الحرية وحيث هيمن الإسلام البدوي حتى على أهل الحضر، وأصبح أهل الحضر يعودون ويقولون أن الزي الإسلامي هو الزي الأفغاني ويتشبه بما رأوه في أفغانستان. العقلاء للأسف يعني ضحوا وحاولوا أن يواجهوا الاستبداد لكن الاستبداد حطم كل شيء. والآن العالم العربي للأسف الشديد بعد 60 عام من الاستقلال هو إما أرض مدمرة كما في النموذج المصري التونسي، أو أرض مدمرة ومحروقة كما هو في النموذج المصراتي الحمصي. والعقلاء إما أجبروهم إما في القبور وإما أجبروهم على المنافي، ولم تكن هناك حياة حقيقية في العالم العربي، وبالتالي لم يكن هناك صوت للعقلاء، حتى صوت أحد مثل العلامة شمس الدين. يعني أنا أعرف أصدقاء ذهبوا أيضا إلى العلامة محمد حسين فضل الله بعد غزو أفغانستان من الإخوة والأصدقاء الشيعة وقالوا له كيف نصمت؟ قال لهم العلامة محمد حسين فضل الله نحن من الأمة، ما يصيب الأمة يصيبنا، ولا يجب أن نسكت على قيام دولة غربية بغزو دولة إسلامية. لكن في هذا الوقت كان الاستبداد في إيران كان بدأ يتحكم في الحياة السياسية في إيران، كان يتحدث مع الأمريكان في جنيف ويعطيهم خرائط لغزو أفغانستان ثم ساعدهم في غزو العراق. لو كان هناك شفافية في إيران لما كان هناك مراجعة لأنهار الدم التي سالت بين العرب والفرس وبين السنة والشيعة، لو كان هناك صوت للعقلاء لخاتمي لموسوي لكروبي لكان هناك مساءلة عن 200 مليار دولار اختفت في آخر 9 سنوات في إيران. نعم. عن 500 مليار دولار خسائر الاقتصاد. للأسف العقلاء في العالم العربي والإسلامي الاستبداد منعهم من أن يكون لهم دور حقيقي لأنه لم تكن هناك دول حقيقية في العالم العربي ومعظم العالم الإسلامي. نعم شكرا أستاذ محمد علي. يعني نحن أمام في الحقيقة يعني مأزق كبير، يعني من طرف هناك حكومة ظالمة لا تقدم لا عدالة ولا الحرية ولا الرفاهية لشعبه، أنا أقصد العراق، ومن طرف آخر جهة تشعر أنها مظلومة في البلد، لكن الجهة المظلومة أيضا لم تستطيع أن تقدم نموذجا سياسيا في المعارضة إن صح التعبير، وبالتالي خرج مجموعة ثالثة وبدأت تبرز في ساحة سياسية والعسكرية وهي داعش. هل هذا النموذج هو نموذج داعش نموذج إسلامي الذي كان ينتظره الشعب العراقي ضد الظلم؟ لا طبعا لا قطعا لا، تحديدا لو كانوا منظمة إسلامية أو نموذج إسلامية لكانوا قد خرجوا ضد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وكانوا انضموا للمقاومة التي بدأت مباشرة، المقاومة السنية في العراق التي بدأت مباشرة بعد الاحتلال،
ولم يكن هناك مع عراق أو صراع بين القاعدة وبين المقاومة السنية. الحركة العراق الآن هو من العشائر بشكل أساسي، العرب الأكراد، الحركات الصوفية التي خرجت ولديها قاعدة شعبية أو حضن شعبية لدى الشعب، ولكن القاعدة الحقيقة كلهم هؤلاء استثنوا القاعدة أو أخرجوها من دون البلدات من القرى. أما داعش الحقيقة سوف نرى المشهد السوري الذي قوى داعش، والمشهد السوري الحرب الداخلية في سوريا التي استجلبت الكثير من المتطوعين الأجانب ضمن صفوفها، وهناك الحقيقة كانوا بعض النجاحات وكانت غريبة عن ذلك تلك البلد. ثم بعد ذلك تحت حكمها كان هناك الكثير من الأجانب المتطوعين المحاربين، وهذه النجاحات ربما أدت إلى تكبير أو تضخيم داعش. من ناحية أخرى سياسات مالكي خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي التي اشتد فيها التحكم والظلم ضد السنة تحديدا، دفعت السنة إلى ظرف صعب جدا. داعش هنا بعد نجاحها في سوريا وبشكل متزامن جدا انتقلت مباشرة إلى العراق ضمن الحراك الذي بدأه السنة ضد حكومة المالكي، وحاولت أن تتواجد في هذا الحراك. في اللغة التركية هناك قول يقول من ينزل أو من يغرق يلتف أو يمسك بالثعبان أو الغريق يتعلق بقشة، وبالتالي هنا ربما الكثير من القبائل أو العشائر رأت في القاعدة باسم داعش أنها أحد منقذي الحالة هناك تحديدا بعد عام 2011. الذي نراه الآن هو هذا، هناك مقاومة سنية والذي يقوده الآن على الأقل اسميا هو داعش، ولكن من يعرف ذلك؟ الخبراء يخمنون أن هذه المقاومة السنية تتضمن أو ربما ليس فيها داعش أكثر من 20% أو الخمس، ولذلك داعش نراها حركة سلفية متشددة، حتى أن القاعدة نبذتها، حتى القواعد تراها خارجية أو الخوارج بهذا التصنيف، وبالتالي ليست متناسقة مع السنة في العراق، وليست متناسقة طبعا بطبيعة الحال مع الشيعة في العراق. ولذلك الشعب العراقي هنا الحقيقة لا يرى في داعش حلا لمشاكله أو دواء لأدوائه، وبالتالي هي منظمة من خارج العراق، وبالتالي لا نعرف الحراك السني والمقاومة السنية إلى أي متى أو لأي مدى ستحتمل وتتحمل داعش، ولكن سنرى مع بعضنا البعض أن هذا طريق بدأه مع بعض البعض، هناك نجاحات معينة، انتصارات معينة، لن يريدوا أن يتركوا ذلك الأمر، يريدون أن يضعفوا أولا الحكومة المركزية الشيعية، ولكن أيضا للأسف الشديد هناك أيضا سيكون نزاع ربما أو تحدي أو تنافس مع داعش لاحقا. وإذا داعش قدمت حكما وعقلا سياسيا عقلانية معينة في الفترة أو الأيام القليلة القادمة، أنا أرى ذلك صعبا، ربما أنا لا أعتقد أنه بين يوم وليلة سوف تتحول إلى هذا العقل والنضج ربما، ولذلك أتوقع أن سيكون هناك صراع داخلي بين داعش وبين المقاومة السنية من أطيافها الأخرى. الآن الحقيقة تكتل السنة مع بعضهم البعض الحقيقة ربما، أو تكتل الشيعة الذي يقوي السنة ويجعلهم كتلا واحدا، ولكن من ناحية أخرى نرى أن هناك خلاف كبير جدا في العقلية بين داعش وبين السنة العراق، ولكن حقيقة السنة العراقيون لم يحصلوا على حصتهم من كعكة السياسة في العراق، لا يستطيعون حماية أنفسهم وعائلاتهم ومدنهم، وبالتالي حالة عدم الأمن والاستقرار، هذه عدم تأمينهم على أموالهم على أنفسهم على أرواحهم، استبعادهم من الكعكة السياسية، ولذلك ربما يلجأوا إلى القوة ويجتد يلجأوا إلى القوة أينما كانت ومن كانت،
والآن للأسف الشديد القوة إلى جانب داعش وربما الشعب العراقي يدعم من هذه الزاوية على الأقل داعش، هذا الذي سأقوله، ولكن هل هذا دعم على مدى طويل؟ لا أعتقد، ربما هنا حقيقة داعش سوف تفرض نفسها وستمنع المسافة الطويلة من قطع داعش مع السنة العراقيين لبعض البعض. أستاذ عبد الستار، هذه خلاصة رأي عام في تركيا. جيد. نعم. جيد. أنا أعرف أن رأي العام في وطن العربي وربما في العراق يختلف، تختلف إلى حد ما. خلاصة جيدة. ما أريده من حضرتك، ما الذي جرى في مصر وسمر، ما الذي جرى في موصل وفي في سمراء، وكيف أصبحت هذه الحركة تقود المعارك الكبرى ضد الجيش الوطني العراقي وتهزمه، يعني والجيش تستسلم أمام تنظيم محظور إن صح التعبير بمفهوم التركي وتتقدم إلى الأمام أولا، ثانيا كيف رضي أطراف السياسية الأخرى السنية بقيادة هذه المنظمة، أو هي تغيرت استراتيجيتها في داخل العراق مختلف تماما عن ما فعل في 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 سوريا، دخل في مرحلة جديدة، أو ما الذي يجري؟ نريد أن نعرف من رأي الصحيح من أهله. شكرا جزيلا. إذا تسمح لي يعني مقدمة قبل ما أجاوبك، وهذا السؤال المهم الحقيقة، هو أولا يعني من 2003 وهذه العوامل التي عبرت الحدود وضعها الدولة الوطنية تكاد تشبه يعني عوامل كانت مشهورة قبل بداية الحرب العالمية الأولى، يعني عصور وسطى، يعني قوة يعني عابرة، إمبراطوريات عابرة للحدود والدولة الوطنية ضعيفة. هذه نقطة. النقطة الثانية، السنة من 2003 سيد الكريم حقيقة انقسموا إلى قسمين، مو على أساس فكري أو حزبي، يعني خلينا نقول البعثيون عارضوا، الإسلاميون شاركوا، لكن كثير من الإخوان عارضوا مثلا الإسلاميين وكثير من البعثيين شاركوا، فبالتالي لا يمكن. لكن حقيقة ما الذي جرى؟ رموز وجمهور من شارك ورموز وجمهور من عارض استهدف بالنتيجة بنفس الاستهداف، كلهم إرهابيون. طارق الهاشمي أكبر المشاركين، 5 إعدام شاركوا في العملية السياسية. نعم. يعني السنة انقسموا إلى مشاركين في العملية السياسية من أجل حل كما ذكر الأستاذ، يعني أين حصتنا؟ هذا العراق عراق الجميع، تمام، وهذا الدستور يقول يضمن الدستور الفيدرالي التعددي الحقوق لكل المكونات. طيب أين حقنا؟ ماكو حق. الذين شاركوا وجدوا أن لا حق لهم سوى 5 إعدام لطارق الهاشمي وهو أكثر وأكبر رمز سياسي شارك. طيب والذين عارضوا كحارث الظالي مثلا الآن يعني هو مطارد بأربعة إرهاب، حاله وحال طارق الهاشمي. فالمسلمون العرب السنة المشاركون والمعارضون أبرأوا الذمة أمام التاريخ وأمام الناس وأمام العالم وأمام الدستور وأمام العملية السياسية بأنهم الذين عارضوا يعني استطاعوا أن، والذين شاركوا استطاعوا أن، وبالتالي ما الذي حصل؟ حصل أن استهدف طارق الهاشمي، فازوا العرب السنة في 2010 بالانتخابات، فازوا بقيادة واحد الشيعي عياد علاوي، لكنهم سرق الفوز منهم وقالها رفسنجاني. وبعد ذلك بدأت حملة نموذج بغداد، حتى ما نروح بعيد، أول شيء استهدفت طارق الهاشمي، ثم استهدفت رافع العيساوي يعني بعد سنة، ونشأ حراك سلمي مثل الثورة المصرية والثورة السورية من 21/12/2012 إلى نهاية ديسمبر 2013، حراك عربي سني شمل 6 محافظات علم بكرة أبيها تطلب حقوق مدنية، رتبتها ب 16 أو 15 مطلب، حقوق مدنية دينية كفلها الدستور. منذ البداية قائد نموذج بغداد قال هذا فهذه فقاعة قبل أن يوجد هناك ويتهم بأنهم هؤلاء إرهاب أو هؤلاء داعش أو هؤلاء قاعدة. طيب ما الذي حصل في نهاية 2013؟ يعني دوهم بيت أحمد العلواني اللي هو نائب في البرلمان عنده حصانة، وقتل أخوه واعتقل بحصانته، يعني بعد طارق في 2011، بال 2012 رافع العيساوي وهو وزير مالية، بال 2013 أحمد العلواني ونائب برلمان نائب رئيس الجمهورية وزير مالية، وهم رموز مشاركة بالعملية السياسية. يعني شنو فرقهم عن المقاومين من السنة الذين قاوموا عملية السياسية؟ نفس الشيء،
نفس النتيجة، الذين شاركوا والذين عارضوا استهدفهم الإعدام والقتل والتهجير. ما الذي حصل؟ ثارت الأنبار. والأنبار يا أستاذ عمر من 31/12/2013 وإلى الآن 6 أشهر، 120 هجوم من قوات النخبة ومكافحة الإرهاب البغدادي التابعة للمالكي، لم تستطع الأنبار، لم تستطع أن يعني القتال لم يعني لم ينتهي. يعني الجيش الذي شكل بعد 2003 من الدمج من الميليشيات ليس جيشا مهنيا حقيقة، يعني من أمانة ومخالف الدستور، وليس جيشا وطنيا. وبالتالي نموذج الأنبار هذا الذي 6 أشهر ما استطاع على متر مربع في الأنبار، فشل في 6 ساعات في نينوى يوم 9/6/2014. يوم 9/6/2014 فرقة الرسل، الفرقة الثانية جميعا والفرقة الرابعة سقطت في خلال ساعات. كيف يسقط جيش في خلال ساعات؟ مستحيل أن تكون هذه موضوع. أنا أتفق مع التشخيص الأستاذ أن داعش قشة قسم الظهر البعير، ربما قسم الظهر بعير المالكي، صح؟ ولا يمكن أن نقول أن ثورة السنة التي يعني هو حقيقة الصراع في العراق منذ 2003 إلى اليوم هو على شكل العراق. ما هو شكل العراق؟ ما هي هوية العراق؟ ما هو دور العراق الآن؟ من هو العراق؟ خلينا نعرف العراق كدولة أو كمجتمع أو كمشروع. وبالتالي لحد الآن لم يحسم هذا الصراع. هذا الجيش الذي نشأ من أجل أن يحمي هذا النموذج العراقي بعد 2003، 6 ساعات ما صبر أمام 2000 مسلح أو 500 مسلح حقيقة، بعدين انضموا إلى آخرين وصاروا 5000، ثم تسقط 3 محافظات. إذن نحن أمامنا مشكلة مهنية ووطنية في بناء دولة سقطت في 2003 أو أسقطت ولم تنشأ محلها حقيقة لحد الآن دولة. وبالتالي نحن الآن الواقع بسبب سياسات المالكي بين قوسين، الواقع الآن عمليا حقيقة على الأرض من باب الأمانة، عمليا هناك ثورة مسلحة مثل ثورة يناير وثورة سوريا، لكن صار لها سنة